السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي يا دي بغيت نعطيكم واحد الوصفة، الله يجزيكم خير. أنا سميتي كرامة سعيد، كرامة سعيد الأصل دي مدية وكانت تكون في أكادير. والله القسم، وحروف القسم ثلاثة، والله بالله تالله، والله شهيد عليا. إلى واحد الشاب كان غادي يفتح على القلب ديالو، بغا يدير عملية للقلب ديالو، ومسكين وقالها لي هذا الشاب هذا. أعطيته واحد الوصفة أنا سامعها وبالتجريب نجربها، وصفة سهلة، كويلو ديال الشريحة، كيلو ديال الشريحة، وكل شريحة قسمها من الوسط ودير فيها تومة حمراء، تومة حمراء، كل شريحة قسمها من الوسط ودير فيها تومة حمراء تتكمل داك الكيلو. وشدو ديرو في كسكاس، دير البرمة فيها الماء وديرها في كسكاس وغطيها بالميكا من الفوق وفورها بحال كيما كتفور الراس ولا شي حاجة، وتفور تطيب مزيان، وحطها خليها تبرد، قردها طريفات صغار وديرها في مونينيكس، اخوي عليها زيت العود حرة حرة، تكون زيت العود حرة، وطحنها وخليها تبرد وديرها في قريعات قبل الفطور عاشق، وريح نص ساعة وفطر. قبل الغداء عاشق بزيت العود ديالها بكل شيء، عاشق كبيرة، وتغدى عاوتاني في العشاء هكاك عاشق قبل العشاء ونص ساعة وتعشى. والله إلا داك السيد استعملها والله ما كمل سيمانة، والله إلا الحمد لله يا رب العالمين اللي تشافى، والله ما بقى مش داير لا عملية لا والو، أقسم لكم بالله العلي العظيم. وهاد الوصفة راه سميتو داك صفايات ديال القلب، سبحان الله العلي العظيم، والمسائل العروق ديال القلب كتحلهم، كتحلهم مزيان، وكتحفظ من اللي كيحفظه والله، هذا غير سبب والله العظيم، الا كتحفظ من جلطة القلب ومن جلطة ديال سميتو من جلطة ديال الدماغ، والله الذي لا اله الا الله. وهذه الوصفه استعملوها، واللي وصلوا هذا الواتساب هذا سميتو هذا الفيديو هذا يصيفطوا الله يرحم الوالدين شي صاحبه اللي مريض ولا شي حاجه ولا حاجه، الله يرحم لكم الوالدين. وراه مزيان لصدر الكحبه، مزيان لسميتو الجهاز التنفسي، مزيان للمسائل الجنس ديال الانسان سميتو اذا كان ضعيف، سبحان الله العظيم جميل جدا.